من نام حسين علي عبد الله يا قوم الأصل خلقي فتاح منهم سربق الشاري كفري سرقلا كفري كبو ما مساه زدار نصو حفتا حود يا كم صال كم من يندانا لقطاب خاني چوتان زدار نصو نوتونو هاد مقطاب خاني سيفر تقريبا بالصالة كبير من المكتبهم خزمتي أم مكتبه كم رجعاتي مخزمتي كم كتابي من هي داري هنا وقولي هنا وروانو معنا كدرج الله او قولا من روان ما او دار من روان من زور خوشه هو دار هم كتابيك كشيت مكتب با لدرس ديوانك شتوكالا يعني درس زانست با قولي بو داري بو درخت بو قيج 5 دينار با بي بكري لك مكتبك بلي ام داري من روان ما زور خوشه يعني او ما مسافه خوشه او بري بري خوشه هو دار هم كسي خدمه مكتبك كيفك خدمه نشتمانك كيفك خدمه ولاتك كيفك من هو دار هم كسي هم كسي با ما مستعد با هشه بيه با كارمن بيه با فراج بيه با كناز بيه همو كس بيه با خزمتي او شونه بكواتيا بيه هل خوشه يعني خود دلي فيه كريتو مستوى هاي مكتبك انت وابتي الرويتي هناك اي بابو ناجي خشيك سر لا ماما ساكا ام ده سر بريو بري كبدا اي خشيك با خدمتك دار درخته كب كي با قول قول بريوني با اوي بدي شيت يا خشيك من هو دار ما مو كسي بير واب كاتب كوا او خطاب خاني خويتي حتى حتى مرتي خويتي خشيك بيم خوش من جاي مخوم حتى ما ام لجيانا خدمتي ام خطاب خاني هكذا